أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أعرب عن سعادته بالمستويات الفنية والتطور الكبير الذي تميزت به مسابقات الفئات العمرية في الموسم الحالي، مشيرا إلى أن تكاتف الجهود بين كافة الأطراف ساهم في تحقيق الكثير من أهداف مبادرة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب في نسختها الأولى. جاء ذلك لدى حضور سموه نهائي كأس دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة اليد، والذي أقيم يوم أمس، وجمع ناديي بربار والدير على أرضية صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة بمجمع صالات عيسى بن راشد بمدينة عيسى الرياضية. وبارك سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لفريق نادي بربار فوزه بلقب كأس دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة اليد بعد تفوقه في المباراة النهائية على منافسه الدير، ليجمع بذلك بين لقبي الدوري والكأس، مشيدا سموه بالمستوى الفني المميز للوصيف الدير ومتمنيا للاعبيه التوفيق في النسخة القادمة. وأثمن سموه الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرياضة والاتحادات والأندية بهدف تحقيق الأهداف المنشودة من مبادرة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب، مؤكدا على أن تطوير الفئات العمرية سيكون له الأثر الإيجابي في السنوات المقبلة بصناعة منتخبات قوية وتنافسية قادرة على مواصلة حصد الإنجازات وتعزيز مكتسبات الرياضة البحرينية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على أن كرة اليد البحرينية تزخر بالمواهب الصاعدة التي سيكون لها شأن في المستقبل، مشيدا بدور الاتحاد البحريني لكرة اليد والأندية في اكتشاف المواهب وصقلها وتهيئتها للوصول للمنتخبات الوطنية، متمنيا سموه لكرة اليد البحرينية مواصلة النجاحات والتألق على مختلف الأصعدة والمستويات.